اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم احنا هنتكلم عن سياره من احسن الديزاينات اللي نزلت عندنا من الشيفرولي. هي سياره بيطلبها كل الشباب والشابات والعوائل واللي بيحبوا سيارات السبورت وتكون اوف رود وتكون عائليه. طبعا هي البليزر الار اس موديل 22. موديل 22 تم عليها تحديثات كبيره، طبعا الرنجات بقت قياسها 21 بدل 19، تم اضافه الواي فاي عليها، الاون ستار نزلت عليها، عليها الرادارات، الكاميرات، الفتحة البانوراما، ماكينة 3.6 305 حصان و9 سرعات اوتوماتيك وبتشتغل من 4 ل 6 سلندر حسب الار بي ام توفيرا لصرفية البترول. يلا بينا نشوفها من الداخل. اول ما بندخل البليزر الار اس ال 22 بتستقبلنا السيارة برسالة ترحيبية، طبعا بيظهر لنا هنا طبعا العداد الديجيتال، نقدر نغير شكل العداد، عندنا الشاشه هنا الابل كار بلاي، الاندرويد اوتو، الواي فاي، البلت ان نافيجيشن بالجوجل مابس، طبعا الكاميرا الخامسه بتظهر رؤيتها هنا في المرايه الداخليه، فتحة السقف البانوراما، عندنا حتى شكل المكيف وفتحات المكيف نفس ديزاين الكامارو زد ال1 اللي كلنا عارفينها وبنحبها كتير، حتى الستيرنج نفس الكامارو زد ال1. شحن سلك للتليفون، تقدر تتحكم في المودز تبع السياره، خليها اوف رود 4x2 4x4، تخليها للاوف رود، تخليها للجر لو حبيت، او سنو لو انت بتطلع اماكن فيها ثلج طبعا مش هيحصل. عندنا هنا حتى فتحه التابلو زي ما انتم شايفين هنا، فتح بكل بساطه. السياره فيها طبعا خاصيه فصل الماكينه عند الاشارات، وفي زر بيفصل الخاصيه. لو احنا شايفين الاضاءه بتبقى كلها كامله ال اي دي، وعندنا هنا كمان الاون ستار والواي فاي والهوت سبوت، وادي الكاميرات، خمس كاميرات رؤيه 3 دي، تقدر تختار الزوايا اللي انت عايزها، تمام. حتى لو عندك حاجه بتجرها للجلس تقدر تشوفها كمان، المرايه الخلفيه ودي المرايه الاماميه، او طبعا اللي انت عايزه. شحن سلك التليفون احنا قلنا عليه، العداد نقدر نخليه شكل رياضي او شكل عادي لو اخترت، تغير اللي موجود على الشاشه. في عندنا تنبيه الحارات او الخروج من المسار، تنبيه التصادم الامامي، الخمس كاميرات زي ما احنا قلنا، كمان اللي نفسك فيه قول، ذاكره للحفظ السائق، لوضع السائق لاثنين من السائقين لو في اثنين بيسوقوا السياره، النقاط العامية على المرايات. اهم حاجه في السياره دي هي الماكينه بتاعتها، اللي هي ماكينه الكامارو ال 3.6، بس هنا 9 غيار و305 حصان. سياره بالحجم ده بالوزن ده بالسعر ده مفيش منافس، وتعالوا شوفوها وجربوها. أو يلا واحنا في انتظاركم 050-516-3525. مهند بن حموده للسيارات، تعال نلقي نظره صغيره بس على الدبه الخلفيه. يلا بينا. زي ما انتم شايفين الدبه ما شاء الله كبيره جدا، ونقدر نتحكم في حجم الدبه كمان لو عايزين ننزل السيت. انا هنزل السيت اللي جنبك يا اخويا علي، ايوه. ورينا كده المساحه عندك قد ايه بقت، ايوه ما شاء الله تمام. فانت معاك سياره سبورت عائليه تحط فيها شنطك، اغراضك، بيبي سترول لو انت حابب، تنزل السيت، تكبر السيت، تفتح السيت، تنام لو انت في مكان فيه جو حلو وفي بر، تنام تبقى السماء هي اللي فوقيك في فتحه السقف البانوراما زي ما انت شايف، تمام. وده شكل الكابينه الداخليه طبعا للسياره ما شاء الله، شكل رياضي وعائلي. ايه رايك يا استاذ يوسف؟ هل ممتازه؟ يلا هستنى اتصالاتكم 050-516-3525. مهند بن حموده للسيارات، واهلا بكم.